صحبة واتس ودايرة رسايل مدير شعبيات وفشل قلبي انا كده شايل وقت المصلحة كله يجيني وقت المصلحة كله زميلي البخت مال صحاب شمال ومين اللي خان ومين الا اخر كلام الا اخر كلام في الشتة لوحدي والطولي وفي حزني بيضحكوا عليا وفي فرحي بيجروا ويقولي ويتجمعوا حواليا فاكرني ايه هفضل جدع وسط الوجع اللي انا عشت فيه يا ريت كلامي تفهموا ولا انا هفضل هحكي فيه يا ريت كلامي تعرفوا وتفهموا وتحسوا بيه خلاص كده مفيش تقدير بقى في من اشكالكو كتير بقى في من اشكالكو كتير مين بيشلني في وقت الضيقة مين في غيابي بيسأل عني مين بيخلي الحلم حقيقة طب من وقت تعبي كده بيشلني وقت تعبي كده بيشلني مش شايف حد انا فيكو يا صاحبي انا كده مش سامع صوت طب فين اللي كان بيقولي يا صاحبي معاك انا خط الموت مش شايف حد انا فيكم لكن لوحدي واقف جبروت هاتلي كمان جوازف لي عشان الحزن يتسلطن ويحن عليا ويسيبني ويحلف انه مش راجع ويحلف انه مش راجع في الشدة لوحدي والطولي وفي حزني بيضحكوا عليا وفي فرحي بيجروا ويقولي ويتجمعوا حواليا صحبة واتس ودايرة رسايل منكم قلبي انا كده شايل وقت المصلحة كله يجيني وقت المصلحة كله زميلي غنى وكتب طريق الهواري مديري ميكس عاد توزيع غاوي وميزو المشجس هو الحاوي وشيكا بيقول للأخصام نازل لكو ناوي مدير مال